هذه هي السفيرة الفرنسية الجديدة بالمغرب. بعد أن تأكد راحل السفيرة هيلين لوغال، قالت مصادر مطلعة أن باريس تستعد لتعيين ماريوم باراداس سفيرة جديدة بالمغرب. باراداس هي الآن تشغل منصب نائبة لرئيس مجموعة تاليس الفرنسية الشهيرة، مسؤولة عن العلاقات الدولية، كما شغلت سابقا منصب سفيرة فرنسا لدى سلوفينيا. وذكرت مصادرنا أن السفيرة باراداس ستتسلم منصبها الجديد تزامنا مع سيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب في أكتوبر.